نتيجة الاستفتاء على مشروع دستور مصر الجديد والذي أجري يومي 15 و22 ديسمبر سنة 2012 بناء على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 397 لسنة 2012 بدعوة الناخبين للاستفتاء والصادر بتاريخ 1/12/2012 وذلك للمصريين بداخل البلاد وخارجها. 1. جملة الناخبين المدعوين للاستفتاء، وهذا الرقم اللي هقوله متضمن قاعدة بيانات المصريين في الخارج أيضا. جملة الناخبين المدعوين للاستفتاء 51,919,067 ناخبا. جملة الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 17,058,317 ناخبا. جملة الأصوات الصحيحة 16,755,012 صوتا أو ناخبا. جملة الأصوات الباطلة 303,395 صوتا. النسبة المئوية للحاضرين الذين اشتركوا في عملية الاستفتاء 32.9%. جملة المصوتين بنعم 10,693,911 ناخبا بنسبة مئوية 63.8%. جملة المصوتين بلا 6,061,101 ناخبا بنسبة 36.2%. ولقد أعددنا بيان سيوزع على حضراتكم بيان بهذه النتيجة العامة مرفقا به جدول تفصيلي بجميع الأرقام الخاصة بكل محافظة على حدة، بمعنى 27 محافظة كل محافظة عدد الناخبين، عدد اللي أدلهم، عدد الباطل، عدد من قال نعم، من قال لا، النسبة المئوية، وأيضا أصوات المصريين في الخارج شاملة لكل هذه البيانات. ورقتين، ورقة فيها النتيجة العامة، ورقة مجمعة لنتائج المحافظات جميعا والمصريين في الخارج، سيتم توزيعها على حضراتكم عقب انتهاء هذا المؤتمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبتدي الأسئلة لو سمحتم، تفضلي. لو سمحت. أنا لو سمحتم، لو سمحتم. يعني أنا أحمد. أنا لو سمحتم. تفضل مع المستشار. أنا أظن عديت الشكاوى. قادت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات والاستفتاءات بشكل عام، كان من يتحدث هو سيادة المستشار سمير أبو المعاطي رئيس اللجنة العليا للانتخابات. إذن مشاهدينا، نحن بين أيدينا الآن الأرقام النهائية والرسمية التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات. جملة الناخبين في مصر مشاهدينا 51,919,067 صوتا. جملة الناخبين 51,919,067 صوتا. جملة من أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور 17,058,317 صوت. جملة من أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور 17,058,317 بنسبة حضور 32.9% النسبة المئوية للحاضرين 32.9%. نسبة الأصوات الصحيحة 16,755,012 صوت. نسبة الأصوات الصحيحة 16,755,012 صوت. نسبة الأصوات الباطلة 303,395 صوت. نسبة الأصوات الباطلة 303,395 صوت. نسبة من قالوا نعم لمشروع الدستور
10,693,911 صوت. نسبة من قالوا نعم 10,693,911 صوت بنسبة مئوية بلغت 63.8%. بنسبة بلغت 63.8% من قالوا نعم لمشروع الدستور. نسبة من قالوا لا عددهم 6,061,101 صوت. نسبة من قالوا لا لمشروع الدستور 6,061,101. نعود إلى المؤتمر الصحفي للجنة العليا للانتخابات. بجاوب مش للصحف اللي سألني، بجاوب لك كلكم، مفروض تسمعوني لو سمحتوا. لو سمحتوا، احنا اولا لم يتم دمج اي لجنة انتخابية، لان جميع اللجان الفرعية اللي موجودة هي ذاتها اللجان الفرعية التي كانت موجودة في انتخابات الرئاسة. إنما الأعداد قد تكون الأعداد زادت، إنما مقر اللجنة هو مقر اللجنة والناخب هو الناخب، ولكن هي بالنسبة للاستفتاء بتبقى الأعداد مختلفة عن الانتخاب. سيادة المستشار، أي ما احنا كمان برضو المرحلة كانت يوم واحد وعملناها على مرتين، قسمنا المحافظات على مرتين. سيادة المستشار، سيادة المستشار لو سمحتوا، سؤالي لو سمحتوا على المستشار، هذا السؤال تم تداوله والتغني به، هل اللجنة تلقت؟ زميلكم بيسأل بيقول ان في شكوى وردت للجنة بان في بعض المحافظات، وانا بعدها لك يبقى اكدها لك، في محافظة المنيا ودرية دائرة ابو قرقاص وردت لنا فعلا شكوى مؤداها ان الاخوة الاقباط بيمنعوا من التصويت في الاستفتاء. تأكدنا منها بالاتصال المباشر برئيس هذه اللجنة والذي اللجنة الفرعية، والذي وكلفنا رئيس اللجنة العامة بالتوجه إليه، والذي انتقل بنفسه وتليفونيا استشهد رئيس اللجنة بالناخبين الواقفين أمامه وفيهم أقباط ومسلمين، وقال في التليفون أنا قدامي ناخبين أهو فلان وفلان وفلان ومنهم أقباط ومنهم مسلمين، وتحققنا من أن هذه الإشاعة لم تحدث ولم يمنع أي شخص من الإدلاء بصوته من الإخوة الأقباط. سيادة المستشار، آخر سؤال أستاذ ثروت، آخر سؤال لو سمحتوا. معاليك ذكرت عددت الهيئات والمنظمات التي تلقت منها اللجنة شكاويها ولم نعرف عددها، لكن لم تذكر من ضمن تلك الجهات نادي القضاء الذي شكل غرفة عمليات، هل لم تفحص اللجنة شكاويه أم حضرتك نسيت في سرد جميع الشكاوى التي وردت لنا؟ تم فحصها حتى من غرفة عمليات نادي القضاء، من الأفراد العاديين، من كل المنظمات وكل الجهات. شكرا جزيلا، شكرا شكرا. مشاهدينا، أذكركم مرة أخرى ما شاهدناه الآن على شاشة الجزيرة مباشر مصر، هو المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات. تحدث فيها المستشار سمير أبو المعاطي رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات. صواتهم 17,058,317 صوت. جملة الأصوات الصحيحة 16,755,012 صوت. جملة الأصوات الباطلة 303,395 صوت. النسبة المئوية للحاضرين في الاستفتاء على مشروع الدستور بمرحلتيه الأولى والثانية 32.9%، 32.9%. جملة من قالوا نعم لمشروع الدستور 10,693,911 صوت بنسبة مئوية بلغت 63.8%. مرة أخرى، نسبة من قالوا نعم
10,693,911 صوت بنسبة مئوية بلغت 63.8%. نسبة من قالوا لا أو عدد من صوت بلا على مشروع الدستور 6,061,101 صوت بنسبة بلغت 36.2%. وينضم إلينا عبر الهاتف دكتور جمال جبريل، عضو الجمعية التأسيسية وهو الآن عضو معين بمجلس الشورى. أهلا بك معنا دكتور جمال. نعم، نحن بأيدينا الآن دكتور جمال الأرقام النهائية والرسمية للاستفتاء على مشروع الدستور. قراءتك لهذه الأرقام الذي ذكرها سيادة المستشار سمير أبو المعاطي؟ الحقيقة ما ذكره سعادة المستشار سمير أبو المعاطي هو قريب جدا مما عرف من خلال إعلان نتائج اللجان الفرعية، والقول بأنه مسألة الادعاءات بشباب غاية القضاء مثل هذه الادعاءات لم ليس لا أساس لها من الصحة. وكان واضح طبعا أنه بعد حملة دعائية ضخمة ثم هذه النتيجة الغير متوقعة بالنسبة لأصحاب الحملة بلا على الدستور، الحقيقة كان السبيل الوحيد هو الادعاء بوجود تزوير في عمليات الاستفتاء. وطبعا كان واضح جدا والناس لديها قناعة أن الكلام ده لا أساس له في الصحة، ثم ثبت من خلال البيان اللي ألقاه رئيس اللجنة العليا للانتخابات ما كان يتلقاه الجميع، تمام، وأن الشعب واعي جدا وأن الحملات الدعائية ليست كافية وإنما الصدق في العرض والاهتمام بمصلحة. تتخيل أو تتوقع سيادة دكتور جمال، دكتور جمال تتوقع أن تسكت الأصوات التي تحدثت عن خروقات وانتهاكات شابت عملية الاستفتاء على الدستور وصلت إلى الحد الذي من وجهة نظرهم أبطلت أو تبطل عملية الاستفتاء ككل؟ هذا الكلام الذي ذكره المستشار سمير أبو المعاطي رئيس اللجنة الآن يغلق هذا الملف تماما ويسكت هذه الأصوات تماما سيادة المستشار دكتور جمال؟ طبعا يغلق الملف تماما، لأنه النتيجة النهائية للاستفتاء زي بالضبط نتيجة الانتخابات الرئاسية غير قابلة للطعن القضائي بأي طريق من الطرق. يعني ده معناه أن ما رفع يعني السيد حمد الفخراني الناشط السياسي المعروف رفع قضية أمام القضاء الإداري بيطالب فيها بعدم إعلان النتائج وإبطال عملية الاستفتاء ككل، هذا الكلام من الناحية القانونية أين موقعه سيادة المستشار دكتور جمال؟ لا لا لا، يعني الحقيقة كلام يبدو أنا ما أعرفش مين اللي رفع دعوة ليه، بس حمد الفخراني الكلام ده لا أساس قانوني له على الإطلاق يعني. تمام، بصراحة دكتور جمال نسبة التصويت 63.8%، هل تراها نسبة جيدة لمشروع ما بعد ثورة الخامس لدستور ما بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير؟ هل كعضو للجمعية كنت تتمنى نسبة أعلى من ذلك؟ بالتأكيد كنت أتمنى نسبة أعلى من ذلك، لكن أنا بقول لحضرتك الحملة الدعائية المركزة والضخمة اللي اشتركت فيها معظم القنوات الفضائية ومن خلال برامج التوك شوز والحملات الدعائية المباشرة من خلال إعلانات مدفوعة الثمن في بعض القنوات الفضائية، كل ثلاث دقائق كان بيجي الإعلان ونص صفحة يوميا في الصحف الخاصة آخر صفحة اللي هي يعني مهمة جدا، كل هذا ضد الدستور وما وزع من منشورات تحتوي على مواد لم ترد على الإطلاق في الدستور وتحتوي على تفسيرات ما أنزل الله بها السلطان. بعد هذه الحملة الدعائية الضخمة أنا شايف إنه النتيجة مقبولة جدا، ولم يكن هناك أهداف سياسية وغرض سياسية، ما أعتقدش إن كانت الأمور هتوصل لكده، وكان أعتقد النتيجة كانت هتبقى أفضل من كده. دكتور جمال، جملة الناخبين في مصر يقترب من 2,051,919 صوت، راح منهم 17,500,000، هل ترى أن هذا تراجع للعملية الديمقراطية وكفر بها بشكل أو بآخر يعني في مصر، فالنسبة قلت على الأقل عن آخر استفتاء على التعديلات الدستورية في 2011 كان 18,000,000 وكسور، النهاردة بنتكلم عن 17,000,000، ما الذي حدث جعل الناس يعني لا يذهبون بكثرة يعني 32%؟ والحقيقة بالنسبة للاستفتاء مع حالة الإحباط اللي موجودة في البلد أنا شايف إن 30% مناسبة جدا يعني
لانه فعلا في حاله احباط، لان الثورة بقى لها سنتين ويعني ما فيش جديد، لم نتقدم خطوه يعني. فالناس فعلا معذوره من حاله الاحباط الشديد اللي هي فيه. ايه رايك في البعض اللي بيتحدث على ان 75% لم يعني كانوا يتمنوا ان مساله التصويت على الدستور تاتي بنسبه لا تقل عن 75%، والا على الاقل يبقى مطعون في شرعيه هذا الدستور على الاقل من الناحيه الادبيه وليس من الناحيه القانونيه. الكلام ده مش صحيح على الاطلاق. مين اللي قال الناحيه الادبيه؟ هو فيش ادبيه ولا في حاجه اسمها ديمقراطيه. الديمقراطيه تعني ان الاغلبيه هي الفائزه، ودي الديمقراطيه النيابيه الغربيه الحديثه اللي احنا بنتمنى نطبقها، الا نطبقها الا اذا كنا هنالف ديمقراطيه جديده ونقول انه لازم. يعني دستور 46 في فرنسا واخد 53% وقعد 12 سنه ودستور 58 خد نسبه عاليه، مش عشان الدستور، العكس، ده عشان شارل ديغول هو اللي كان صاحب الدستور. فهي المساله الحقيقه لا، ما فيش كلام من ده، ما فيش دساتير بتفوز ب 90% و80%. احنا كان زمان عندنا الكلام ده، ما كانش حد بيروح وكانت النتيجه تطلع تقترب من 100%. يعني لا، يعني احنا في المرحله دي انا شايف مع الموقف السياسي والحمله الدعائيه الضخمه ممن يملكون الوسائل القادره على توجيه الراي العام، انا شايف ان الشعب المصري ده واعي جدا. ومن يقولون، البعض بدا يتكلم يقول اللي صوت بنعم دول المثقفين واللي بتصوت لا العكس، للعكس بيقولوا عليهم اهلنا في الريف هم اكثر وعيا ممن يتحدث عنهم. يعني حتى البعض الحقيقه، في ما دام حضرتك ذكرت هذا المثال، البعض تحدث ان المناطق الحضريه هي من قالت بلا المناطق الاكثر تعليما والاكثر ثقافه، ورأوها انها منطقيه لانهم يتعاملون مع الدستور. اما من قال نعم هي المناطق الاكثر فقرا وفيها نسبه اميه عاليه، وهم من هنا كانوا بيطعنوا في هذا الدستور وفي شرعيته. رد الكلام ده بتاع الافندم الاخوه اللي قاعدين هنا في القاهره، ما يعرفوش مصر، مش حاجه عن مصر، ما يعرفوش غير مطار القاهره بس، يعني يعرفوا مصر الجديده ومطار القاهره وما يعرفوش حاجه عن مصر. لما يتكلموا عن اللي قال لا واللي قال نعم، ومين في 64 تقريبا من الشعب المصري قال نعم. يعني مش ممكن اهدر 64% من الشعب المصري لصالح كلام لا اساس له من الصحه. طيب. وده الشعب المصري، والله اللي مش عاجبه الشعب المصري ده هو حر يدور له على شعب ثاني. اخيرا دكتور جمال جبريل، هل هناك نيه لتغيير بعض المواد سواء من حيث النص الكلمات او تغييرها بكلمات؟ هيبتدي بكره موضوع اقتراح المواد اللي هتتغير ان شاء الله. مدى إلزامية هذا الأمر لمجلس النواب الذي سينتخب؟ مدى إلزامية يعني مدى إلزام هذا التغيير أو ما يتفق عليه لمجلس النواب القادم الذي سينتخب؟ لا، المسألة ما القوى السياسية ما تقعد، ما هي دي اللي هتمثل في البرلمان، فهم اللي هيبقى في إيديهم الموضوع يعني ما القوى السياسية دي اللي هتنزل انتخابات وهي اللي هتمثل في البرلمان، فبالتالي لو اتفقوا على حاجة هينفذوها. طيب، يعني كان معايا امبارح الدكتور عصام العلاني وقال لا، الامر هيترك للبرلمان القادم والاليه الدستوريه التي وضعت لتغيير المواد وليس لاي اتفاق او حوارات، يعني او حوارات وطنيه يعني. لا لا، هو بص، هذا الكلام ده مظبوط، بس هو مين اللي هيمثل في البرلمان؟ مش القوى السياسيه اللي هتقعد تتفق. تمام. يعني مين اللي هينزل انتخابات ومين اللي هيفوز بالانتخابات؟ اذا كانوا اتفقوا الناس اللي هتبقى ممثله في الانتخابات على تعديل بعض المواد، وبالتالي هيبقوا قادرين على تنفيذ ما اتفقوا عليه يعني، الا اذا حد غير رايه بقى. تمام، شكرا جزيلا دكتور جمال جبريل، استاذ القانون الدستوري في جامعه حلوان والعضو المعين حديثا في مجلس الشورى، كنت معنا عبر الهاتف. اذكركم مشاهدينا بالارقام الرسميه للنتائج النهائيه للاستفتاء على مشروع الدستور من قبل اللجنه العليا للانتخابات. جمله الناخبين في مصر 51,919,067 صوت، جملة من أدلوا بأصواتهم 17,058,317 صوت، جملة الأصوات الصحيحة 16,755,012 صوت، جملة الأصوات الباطلة 303,395 صوت، النسبة المئوية للحاضرين 32.9%، نسبة من قالوا نعم أو عدد من قالوا نعم 10,693,900
911 صوت بنسبة مئوية بلغت 63.8%. عدد من قالوا لا 6,061,101 بنسبة بلغت 36.2%. هذه هي الأرقام الرسمية النهائية التي أعلنتها اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات. ما قيل للحقيقة لا يقل أيضا أهمية عن هذه الأرقام في ثنايا هذا المؤتمر الصحفي. أولا قال المستشار سمير أبو المعاطي أن اختيار أعضاء اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات لا يكون بشخصهم، ولكن يكون بحكم مناصبهم وفقا للقانون الذي ينظم هذه العملية. قال أن اللجنة قامت ببعض الأمور، منها تحديث قاعدة بيانات الناخبين حتى 30/11/2012، وده أدى إلى زيادة جملة الناخبين في مصر حوالي 960,000 صوت. زيادة جملة الناخبين في مصر قبل بداية عملية الاستفتاء على الدستور بحوالي 960,000 صوت أو ما يزيد قليلا. قال أيضا أن إلغاء التصويت في غير اللجنة المسجل فيها الناخب، وده علشان يقفل أي باب لعمليات التزوير وما إلى ذلك. لكن معي الآن عبر الهاتف دكتور بشير عبد الفتاح، رئيس تحرير مجلة الديمقراطية التابعة لمؤسسة الأهرام. أهلا بك معنا دكتور بشير. أهلا بحضرتك يا أستاذ أحمد. نعم، أثير كلام كثير حول صحة عملية الاستفتاء وبطلانها من الأساس بسبب ما شبه من انتهاكات وخروقات كما قالت بعض القوى السياسية. هل ترى أن ما أعلنه اليوم أو ما تحدث فيه اليوم المستشار سمير أبو المعاطي رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات يغلق هذا الباب ويؤكد صحة العملية تماما دكتور بشير؟ الحقيقة ما تفضل به المستشار سمير يعني في رأيي أنه يضع نهاية لكل هذا اللغط. ليس معنى ذلك أن ثمة شوائب قد علقت بالعملية الاستفتاء، فإنما لا، بالفعل هناك شوائب، ولكن السؤال المطروح دائما إلى أي مدى يمكن لهذه الشوائب أن تصل إلى صلب العملية الانتخابية أو عملية الاستفتاء وتنال من نزاهتها ومشروعيتها. في العالم كله تقريبا هناك شوائب، هناك بعض المخالفات، ولكن طالما أنها لم تصل إلى حد الانتهاكات، ولا تنسى أستاذ أحمد أننا قوم حديث العهد بالديمقراطية، ومن الطبيعي أن تكون هناك بعض التجاوزات، هناك بعض الشوائب، إما خاصة بسلوك الناخبين والمرشحين أو بسلوك من يقومون على العملية الانتخابية أو من خلال الأمور الإجرائية، يعني الطوابير الطويلة. يعني من كان ينظر إلى هذه الطوابير يظن أن نسبة المشاركة 90%، ولكن لأن هناك بعض العيوب التنظيمية الخاصة بقلة عدد القضاة، بقلة عدد الصناديق، بعد المسافات ما بين اللجان وبعضها البعض، هو الذي أدى إلى هذه الطوابير الطويلة، إضافة إلى بطء العملية، عملية التصويت. ومن ثم كل هذه الأمور تضافرت فيما بينها وأدت إلى وجود بعض المخالفات، لكنها لم تصل إلى حد الانتهاكات الممنهجة التي ترمي إلى إفساد العملية الانتخابية من قبل القائمين عليها. دكتور بشير، أستطيع القول أن ما تفضل به معالي المستشار سمير يضع نهاية لأي لغط من هذا النوع، وعلى الجميع أن يسلم بهذه النتيجة. أنا شخصيا كنت أتمنى أن تكون نسبة المشاركة 70%، وأتمنى أن يحصل الدستور على 80% أو 90%، ولكن كان هذا هو المتاح في ظل الظروف الصعبة التي أجري فيها هذا الاستفتاء. نعم، اسمح لي أستاذ بشير، العراك السياسي الذي حدث يعني تحديدا بعد الإعلان الدستوري الذي صدر عن رئيس الجمهورية أثر سلبا على مشروع الدستور، أثر سلبا على التصويت ونسبة من ذهبوا للتصويت على مشروع الدستور بشكل آخر. يعني لو كانت الأجواء متغيرة كانت النسب اللي راحت كانت هتبقى أعلى، ويمكن من الممكن أن تكون حتى نسب نعم أعلى من ذلك. نعم، لو أن الأجواء كانت ملائمة، بمعنى لا توجد حالة من الاستقطاب السياسي الحاد، لا توجد حملات منظمة إعلاميا من قبل المعارضة لتشكيك الناس وتفزيعهم من مشروع الدستور، لو أنه لم تكن هناك أعمال عنف عديدة ترعب وترهب المواطنين من الذهاب إلى صناديق الاقتراع، لو أنه لم توجد هناك عمليات تفزيع منظمة للشارع من قبل المعارضة ضد الإخوان المسلمين وضد الرئيس المنتخب وضد العملية السياسية برمتها، لو لم تكن هناك ضغوط اقتصادية وارتباكات أمنية، أتصور لو أن الأمور كانت تمضي في سياق أفضل من ذلك
وكانت كل الأطراف تمارس دورها بمسؤولية كاملة، ربما كانت نسبة المشاركة أعلى، حتى عرض الأصوات الباطلة وعرض الأصوات التي لا يمكن حصرها أو التي خرجت خارج التعداد بسبب أنها ربما استخدمها أصحابها بطريقة خاطئة، هي تصل لمليون صوت تقريبا. صحيح. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا أستاذ بشير عبد الفتاح رئيس تحرير مجلة الديمقراطية، ومعي عبر الهاتف الآن أيضا الأستاذ أحمد ماهر المنسق العام لحركة شباب السادس من إبريل. أهلا بك أستاذ أحمد معنا. للحقيقة أنتم طعنتم بشكل أو بآخر وقلتم أن عملية الاستفتاء شابها الكثير من الخروقات والانتهاكات التي تسببت يعني في إبطالها من وجهة نظرك، في إبطال العملية برمتها وإبطال هذا المشروع الدستور برمتها. هل بعد كلام رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات ورده على كل الشكاوى وما إلى ذلك، هل من الممكن أن تغيرون وجهة نظركم في عملية الاستفتاء على الدستور أستاذ أحمد؟ يعني هي وجهه نظرنا شويه مش متعلقه بالنتائج على قد هي متعلقه بالانتهاكات والخروقات والظروف، يعني الظروف المحيطه عند الاستفتاء. في انتهاكات حصلت والثقه بالصوت والفيديو بشكل كبير ربما لم يعني تعيرها اللجنه الانتخابات اي اهتمام، ولكنها موجوده بالفعل. بجانب ان في شيء اهم اصلا، ان الجو نفسه اللي كان شغال في الاستفتاء جو غير صحي تماما، في جو استقطاب شديد، في جو عداء شديد، في جو ترقب ما بين الفريقين بشكل كبير، بالاضافه الى اصرار الحزب الاغلبيه وحزب الحريه والعداله على تمرير هذا الدستور مهما كلفهم الامر. كان في اشتباكات قبلها وكان في فجوه كبيره ما بين شركاء الوطن، يعني برضه هنا خمس اغلبيه مطلقه، فشركاء الوطن اللي كان لهم دور اصلا كمان في انجاح الرئيس مرسي كان يعني في خلاف كبير ما بينهم وبين جماعه الاخوان المسلمين. يعني انت قصدك المشكله في المناخ يا استاذ احمد؟ على اسبوعين يعني الاستفتاء نفسه كعمليه اداريه كان في مشاكل كتير، لان ما حدش لحق يحشد بنعم او لا، ما حدش لحق يقرا الدستور بشكل كافي، ما كانش هناك اشراف قضائي بالشكل الكافي، ما كانش في مراقبه مراكز شرعيه وحتى مراقبه دوليه، التنظيم نفسه والطوابير واللجنه بتكون 6000 واحد او اكثر، فدي كلها مشاكل. انا بس عايز اعرف رايك في نقطه ان كان كلام كثير قيل عن موضوع لا ما كانش فيه اشراف قضائي كامل. النهارده المستشار سمير ابو المعاطي رئيس اللجنه بيقول لا كان فيه اشراف قضائي كامل على عمليه الاستفتاء من الالف الى الياء، حتى تحدث عن الحاله اللي هي بتاعه شبين الكوم اللي منجد اللي كان واقف في اللجنه مكان القاضي وقال الكلام ده غير صحيح وقال اسمه. ده معناه يعني يغلق هذا الملف ان هو فعلا كان فيه اشراف قضائي كامل؟ اتفضل يا استاذ احمد. لا بس يعني اشراف قضائي بس غير كافي على عمليه الاستفتاء بهذا المنظر، يعني في ناس كتير وقفوا طوابير وما صوتوش، يعني كان في طوابير كتير ما اتحركش طول اليوم، كان في اداره غير اسمح لي المطلوبه اسمح لي يعني البرلمان كان في على يومين وايضا كانت فيه هناك طوابير طويله يعني، وكذلك الانتخابات الرئاسيه، وبالتالي ده مش معناه ان كان في لا يوجد قاضي على كل الصندوق. على اي حال انتم اليوم بعد صدور هذه النتائج النهائيه هل ترضون وتوافقون على هذه النتائج بشكل يعني ترضون بهذه النتائج بشكل نهائي؟ بالتاكيد رغم اعترضنا على يعني تجاوزات كثيره واشياء كثيره خالص في العمليه الاستفتاء، ولكن بالتاكيد يعني نحترم كل من صوت بنعم ونحترم كل من صوت بلا، وهذا الدستور لدينا اعتراض اصلا من البدايه عليه. سنعمل على تغيير هذه المواد اللي عليها اعتراضات بطرق كثيره جدا، سواء طرق احتجاجيه او حتى نعم القائمه المعارضه في البرلمان او يعني بطرق كثيره، طرق قانونيه كذلك وطعون في المحاكم وما شابه، من اجل ان يكون الدستور يليق فعلا بمصر. دي نقطه. النقطه الثانيه ان في بالفعل حاله انقسام في المجتمع المصري، ده دورنا ان احنا نحاول يعني نعالجها بقدر الامكان، في استقطاب بشكل سيء، في دعايه بشكل سيء، في اللي قبله، فلابد ان يحصل انتباه عن الاخوان على خاص او حزب الحريه والعداله على خاص، وكذلك ايضا بعض فصائل المعارضه، ان يتم علاج هذا الاستقطاب وهذا الانقسام وهذا الشرخ في المجتمع المصري لو عايزين نبني دوله بجد، لان كلنا بنمر بظروف، مصر كلها بتمر بظروف اقتصاديه صعبه هتسوء كل يوم، يعني حتى الاستفتاء اللي تم تمريره ده مش معناه ان يحصل استقرار في مصر الفتره الجايه، في ازمات اقتصاديه طاحنه هتمر على مصر الفتره الجايه لازم كلنا نتعاون فيها. شكرا. اتمنى كلنا نتابع ده. شكرا جزيلا. السيد أحمد ماهر المنسق العام لحركة شباب السادس من إبريل كنت معنا عبر الهاتف، وانضم إلينا أيضا عبر الهاتف دكتور محمود غزلان المتحدث الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين وكان عضوا بالجمعية التأسيسية لكتابة الدستور. أهلا بك معنا دكتور محمود.
اهلا بك يا فندم. يعني سألقي على حضرتك بسؤال من آخر كلام أحمد ماهر منسق حركة شباب 6 أبريل، وقال أن الموافقة على الدستور وهذه النسب ليست معناها أننا ذاهبون لاستقرار في مصر. ما رأيك في هذا الكلام دكتور محمود؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يعني هذا كلام محزن في وقت ينبغي فيه أن احنا نفرح، لأنه هذا الشعب أصبح له دستور أقره ما يقارب الثلثين ممن أدلوا بأصواتهم، وكان المتوقع أن هذا الدستور يضع حدا للجدل ويدفع الناس دفعا إلى العمل ويحقق حالة الاستقرار من أجل البناء والنهضة والتقدم. فحينما نقول أنه أو يقول أحد أنه هذا لن يكون سببا للاستقرار، فالحقيقة هو أمر محزن للغاية، ولا سيما إذا كان هذه النسبة تعبر عن الإرادة الشعبية، ويعني أمجديات القواعد الديمقراطية تقول أنه على الأقلية أن تحترم رأي الأغلبية، وبالتالي فعلى الجميع أنه يمتثل إذا تكلم الشعب عليه أن ينصت، وإذا أمر الشعب عليه أن يمتثل. وقد تبدت هذه الإرادة الشعبية في هذه النتيجة التي أثاروا حولها قبل أن تظهر كلام عن التزوير وعما إلى يعني ما يشابه ذلك، وأعتقد الآن حسمت كل هذا. طيب. اسمح لي دكتور محمود بعد إذنك، يعني امتناع أكثر من ثلثي إجمالي دكتور محمود. جمع مرار 30 سنة ولا 50 سنة من الفساد بحاجة إلى إصلاح في كل المجالات الاقتصادية، التعليم، الصحة، الزراعة، الصناعة، إلى آخر هذه الأمور. فينبغي أن تتوحد السواعد وأن ينصب العرق وأن يذهب الجميع نحو البناء. طيب. وكفانا جدلا، وينبغي أن نذهب جميعا إلى العمل. فهذا ما تنادينا إليه مصر وما يطلبه منا شعبنا. دكتور غزلان، البعض من واقع الأرقام التي أعلنت من قبل اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات يقول أن يعني ثلثي من لهم حق التصويت جمعية الناخبين في مصر لم يذهبوا من الأساس، وبعد ذلك ثلث من ذهب قال لا لهذا المشروع ولا لهذا الدستور، ويروا من خلال قراءتهم للأرقام بهذا الشكل أن هذا الدستور يعني مطعون في شرعيته ويجب أن يعاد فيه النظر في القريب العاجل. ردك دكتور غزلان. يعني الثلثين الذين لم يذهبوا لماذا يحسبهم على الرافضين؟ لماذا لا يكونون من الموافقين؟ والقاعدة الأصولية تقول ما تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، فلا يصح أن يحسبوا على الرافضين إطلاقا، وإنما كما نص الدستور على أن يعني أنه يقر بأغلبية أصوات الذين ذهبوا للتصويت، وأما الباقون فمن الذي هل نحن الذين منعناهم؟ لماذا لم إذا كانوا يقولون لا، لماذا لم يجذبوهم إلى أن يذهبوا ويقولوا لا؟ إذن يعني هذا لون من ألوان الجدال الذي ينبغي أن نترفع عنه. كفاية بقى، كفاية سنتين من وجع القلب، كفاية دكتور. الآن نحن بحاجة إلى بناء هذه الدولة، وكفاية سنتين ضاعوا من عمرنا ومن عمر الدولة، ضاع فيها شباب وضاع فيها أموال وضاعت فيها جهود وضاع فيها أوقات. ينبغي أن نلتفت إلى العمل وألا نلتفت أبدا إلى هذا الجدل والمراء. طيب أخيرا دكتور غزلان، أنا لن أطيل عليك كثيرا، أخيرا دكتور غزلان، أخيرا ما الواجب على جماعة الإخوان المسلمين بعد يعني إقرار الدستور الجديد في مصر ورأب الصدع وحالة الانقسام التي حدثت سواء كانت على مستوى النخبة السياسية أو على مستوى الشارع المصري؟ ما الواجب عليكم دكتور غزلان في القريب العاجل؟ والله الواجب علينا يعني نحن كما لعل حضرتك سمعت دعونا إلى حوار، فقوبل بأسوأ ما يكون القبول. ومن قبل حزب الحرية والعدالة دعا أيضا إلى حوار فأهمل ورفض تماما، ومن قبل ذلك أو بين هاتين المرتين دعا السيد الرئيس إلى حوار فأهملوه وأطردوا وما إلى ذلك. الحقيقة أنه عليهم بأنهم يقدروا حجم المسؤولية التي تقع على عاتقهم إزاء مصر، وأن يكفروا
عن النظر إلى المصالح الفئوية أو الحزبية أو الشخصية أو ما إلى ذلك، خصوصا وأن الشعب كله قد مل من هذا الكلام الذي لا يثمر ولا يعني يؤتي طائلا من المنافع. نعم، شكرا جزيلا دكتور محمود غزلان المتحدث الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين، كنت معنا عبر الهاتف. وانضم إلي أيضا دكتور عثمان عبد القادر الأستاذ بكلية الحقوق جامعة أسيوط، وكان أيضا من ضمن من ساعدوا على الأقل ليس في المئة في ما يخص مشروع الدستور. أهلا بك دكتور عثمان معنا. أهلا وسهلا. من وجهة نظر حقوقية وقانونية دكتور عثمان، يعني ما ذكرته اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات اليوم يغلق باب الطعن في الاستفتاء على الدستور نهائيا، أم أن الأمر من الممكن أن يكون له ذيول، كما سمعنا أن هناك البعض بيطعن في هذا الاستفتاء ورفع قضية بالفعل أمام القضاء الإداري، ما رأيك في هذا دكتور عثمان؟ في حقيقة الأمر عملية الاستفتاء طبقا للمادة 17 من قانون السلطة القضائية تدخل في إطار أعمال السيادة، فقرار الدعوة وما تمت إليه من نتائج والقانون لم يوضح أي سبل للطعن على مثل هذه الاستفتاءات. طالما أن هناك لا يوجد نص يبيح الطعن على هذا الاستفتاء، أعتقد أن المحاكم سوف تقضي بعدم اختصاصها بنظر الطعون المتعلقة بالاستفتاء، وخصوصا أن اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء قد فندت عدد كل شكاوى التي وردت إليها، وبالتالي أعلنت النتيجة على هذا النحو. وبالتالي أنا أعتقد أن هذا الإعلان للنتيجة هو إعلان نهائي لما استفتي عليه الشعب المصري فيما يتعلق بهذا الدستور، ويصبح هذا الدستور نافذا، ويجب على كافة سلطات الدولة ويجب على كل المواطنين الانصياع إليه وترتيب ما يترتب عليه من أثار واحترام هذه الأثار. نعم دكتور عثمان، يعني ونحن نستمع إلى الأرقام التي أعلنت، غياب ما يقرب من ثلثي يعني جمعية الناخبين في مصر إجمالي عدد الناخبين في مصر، هل ذلك يشكل مسلبة ما على مشروع الدستور الذي أقر من وجهة نظرك؟ في حقيقة الأمر مسألة الحضور المعتد بها هي أمر شخصي، أمر لا حرية الانتخاب هي هذه حق وحرية في ذات الوقت، وأعتقد أن عدد غير قليل من المصريين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع ليبلوا بآرائهم سواء الموافقة من عدمه، وبالتالي ظهرت النتيجة هكذا، يجب احترام هذه النتيجة، وخصوصا أن لكل عملية استفتائية أو عملية انتخابية ظروفها، المدة الزمنية التي أجريت من خلالها، ماذا إذا كانت يوم أو اثنين أكيد يؤثر بالقطع على نسبة الحضور، المناخ السياسي أيضا يؤثر تأثيرا كبيرا على عملية قبول المصريين للاشتراك في مثل هذه الاستحقاقات. وأنا أعتقد أن الأجواء التي سبقت الاستفتاء على الدستور كانت أجواء صعبة، الشارع لم يكن يعني مستقرا، كان هناك قدر غير قليل من التوتر، وبالتالي هذا أيضا انصرف على قبول الناخبين للذهاب إلى صناديق الاقتراع، ولكن نسبة التي ذهبت إلى صناديق الاقتراع والاستفتاء نسبة ليست بالقليلة، هي معبرة عن الشعب المصري، ولا يمكن تحت أي ظرف من الظروف القول بأن من لم يذهب إلى هذا الدستور إلى استفتاء على هذا الدستور هو مقاطع، بدليل أنه لا توجد قوة سياسية في مصر أعلنت مقاطعات، أعتقد القوى السياسية يعني أرشدت ووجهت من يتعاطفون معها إلى الذهاب إلى الصناديق، وبالتالي أنا أعتقد أن هذه النتيجة في ظل الظروف التي مر بها هي ظروف سياسية خاصة، وأنا أعتقد أن حتى نسبة الموافقة بالمناسبة يعني ما يقارب الثلثين إلى الثلث فيما يتعلق بنتيجة هذا الاستفتاء هي نتيجة منطقية، نظرا لأن الاستفتاء على الدستور تم برمته على كل المواد، أعتقد أن لو كان هناك آلية تسمح بالاستفتاء على مادة في هذا الدستور لأصبح أعتقد أن نصوص هذا الدستور قد تلاقي نسبة إجماع 100% أكثر من 200 أنا عايز دكتور عثمان دكتور عثمان قليل من المواد التي كان هناك يعني قدر من الغموض او قدر من عدم الفهم، وبالتالي من ذهبوا الى صناديق الاقتراع والاستفتاء قالوا لا،
لرفضهم مادة أو أكثر وليس لرفضهم كويس. مشروع الدستور. خليني أكلم حضرتك دكتور عثمان عن الناحية التنظيمية. يعني الكثيرون تحدثوا عن هذه النقطة وقالوا أن عملية التنظيم كانت إلى حد كبير يعني شابتها الكثير من السوء ومن عدم الدقة. إجمالا هل أنت راض عن العملية التنظيمية للاستفتاء على مشروع الدستور؟ هل كان من الممكن أن تخرج بأفضل من ذلك؟ أعتقد كان يمكن أن تخرج بأفضل من ذلك، ولكن الأجواء السياسية وحالة الاختلاف والخلاف السياسي العميق ما بين الفرق السياسية أدى بشكل واضح إلى توتر التنظيم وتوتر القائمين. ولاحظنا مثلا على سبيل المثال أمين اللجنة يعني يأخذ جانبا من الإشراف لأنه مريض، هناك عدم انتظام في بعض اللجان تأخر وصول القضاء، أيضا مقاطعة عدد غير قليل من القضاء التابعين للقضاء العادي من الإشراف على عملية الاستفتاء أثر بالسلب أيضا على أداء العملية برمتها. أنا أعتقد أنه لو أن هناك القضاء كان يعني مشاركا بكل عدده كان أكيد الأمور سوف تسير أفضل من ذلك، لكن الذي يعنينا أن هذا الاستفتاء شاهدناه بأعيننا هو استفتاء يعني جاء في حدود الإمكان، وأنه لم تكن هناك أبدا من أي طرف من الأطراف نية الافتئات على إرادة المصريين. شكرا جزيلا دكتور عثمان عبد القادر الأستاذ بكلية الحقوق جامعة أسيوط، كنت معنا عبر الهاتف. إذا المشاهدين نقلنا لكم على الهواء مباشرة المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، والآن أترككم لسماع النتائج مرة أخرى التي جاءت على لسان المستشار سمير أبو المعاطي رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات. في أمان الله. اسمحوا لي حضراتكم أن أعلن نتيجة الاستفتاء على مشروع دستور مصر الجديد والذي أجري يومي 15 و22 ديسمبر سنة 2012 بناء على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 397 لسنة 2012 بدعوة الناخبين للاستفتاء والصادر بتاريخ 1/12/2012 وذلك للمصريين بداخل البلاد وخارجها. 1. جملة الناخبين المدعوين للاستفتاء، وهذا الرقم اللي هقوله متضمن قاعدة بيانات المصريين في الخارج أيضا. جملة الناخبين المدعوين للاستفتاء 51,919,067 ناخبا. جملة الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 17,058,317 ناخبا. جملة الأصوات الصحيحة 16,755,012 صوتا أو ناخبا. جملة الأصوات الباطلة 303,395 صوتا. النسبة المئوية للحاضرين الذين اشتركوا في عملية الاستفتاء 32.9%. جملة المصوتين بنعم 10,693,911 ناخبا بنسبة مئوية 63.8%. جملة المصوتين بلا 6,061,101 ناخبا بنسبة 36.2%. ولقد أعددنا بيان سيوزع على حضراتكم بيان بهذه النتيجة العامة مرفقا به جدول تفصيلي بجميع الأرقام الخاصة بكل محافظة على حدة، بمعنى 27 محافظة كل محافظة عدد الناخبين، عدد اللي أدلهم، عدد الباطل، عدد من قال نعم من قال لا، النسبة المئوية، وأيضا
أصوات المصريين في الخارج شاملة لكل هذه البيانات، ورقتين، ورقة فيها النتيجة العامة، ورقة مجمعة لنتائج المحافظات جميعا والمصريين في الخارج، سيتم توزيعها على حضراتكم عقب انتهاء هذا المؤتمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.